يا ما صرفنا على الكرشة مصاريف في كل مطعم فيه ذكرى وصورة، من مطعم المندي على مطعم الريف أكلاتهم في ذاكرتنا محفورة، ولا الكباب اللي يزين السواليف ننسى الهموم الموضية في حضوره. قالوا لنا الكرشة على العز تعريف، هيبة ورزة في المحافل ظهوره، واترك كلام الدايت كله تخاريف وخلك على الكبسات ما بخطوره. ويا للأسف صرنا ضحية ملاقيف، وحدنا على الدكتور لابد نزوره، ونمشي على التخسيس من دون توقيف، وإن كان لازم وجبة للضرورة. الله يقدرني على جو تنحيف وارجع على لعبة سباحة وكورة.